السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء وقبل ما نبدأ خبرنا اليوم ياريت تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بصحة وسعادة أعلنت الجزائر ليلة الجمعة أن السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المعظم على غرار أغلب الدول الإسلامية وجاء ذلك بعد اجتماع لجنه الاهله التابعه لوزاره الشؤون الدينيه بدار الامام بالمحمديه بالجزائر العاصمه لتحري غره شهر رمضان الكريم الحمد لله رب العالمين الواحد فرحان السنة دي علشان دول كتير جدا عندهم بكره أول يوم رمضان كل سنة وانتوا طيبين ومصر عندنا كمان أول يوم رمضان كل سنة وانتوا بصحة وسعادة كل سنة والشعوب الإسلامية والعالم العربي أجمع بصحة وسعادة ربنا يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال اللهم آمين يا رب